بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين المشاهدين، تحية طيب بعد أخوكم جمال باظفار يحييكم في مقطع جديد مقاطعة تعلم مع جمال. راح أرويكم طريقة لإخفاء مثلا مواسير إذا كانت في مكان غير جيد زين بالنسبة للسطح، وسبق أن تكلمت عن هالموضوع. طبعا هذا ترانكينج تقريبا 10 بـ7، هذا 10 سنتي يمكن في 7 سنتي زين، تم عطف هذه الماسورة زين على اساس انها تاخذ هذا الشيب، ومنها ان شاء الله راح نلبسها جبس او قطع راح تمر بهالشكل. دقيقة خليني ارويكم، راح تمر بهالشكل مع اسلاك الكهرباء بعد التغليف، بهالشكل راح تمر زين. لاحظوا انه ما راح تسبب اي اعاقة، ولا راح مثلا في المستقبل ممكن بالغلط احد يضربها او يضرب الهوز وتتكسر. طبعا هذه طريقة من الطرق اللي ممكن انت اوكي تغطي فيها المواسير. نفس الاسلوب هذاك اللي اتبعته في بيبات الماي، نفس الطريقة ممكن تستخدمها للمواسير. ارجو من الله العلي العظيم ان اكون قد وفقت في ايصال هذه المعلومة، وننتقل ان شاء الله معكم في مقاطع اخرى من تعلم مع جمال. طبعا لو عجبتكم ممكن تنفذونها في حالة ان وجود ماسورة تعيق مثلا الحركة او في منتصف السطح مثلا او في مكان غير جيد. طبعا هذا راح يتغطى بعدين بالفوم، ما في مشكلة كبيرة. يلا مع السلامة احبائي.